مجالس رمضان تمتاز فيها المنطقة الشرقية عن بقية المناطق، ومثل ما شفتوا لله الحمد يعني فيها الترابط والاجتماع والألفة الحقيقة، وتشوف أخوان وعزة لك فترة طويلة ما شفتهم، هم ودهم يشوفونك وانت ما تشوفهم، لكن ظروف العمل كلهم بعيد، لكن هذه طبعا شهر رمضان هو شهر اللقاء والأخوة والتسامح والترابط وصلة الرحم. وأما بالنسبة لمجلس الجمعة في الحمد لله يمكن من يعني سنوات طويلة جدا ولله الحمد من بقية المجالس الأخرى اللي يعني لها مبادرة في الترابط والاجتماعات ومع الأخوان والزملاء الحقيقة، فالحمد لله يعني نعمة يعني احنا سعيدين فيها ونفتخر فيها. نحب نشكر كل رجال الأعمال الذين يعني يفتحون أبوابهم ومجالسهم للتجمع وصلة الرحم والتجمع السنوية، العادة السنوية هذه الجميلة التي تتميز فيها المنطقة الشرقية. It's great to be here at the home of Sheikh Ibrahim Al-Jumain, who is a dear friend of mine. We're off to a wonderful start here for Ramadan. I think with the weather and with the atmosphere and the spirit, it's really going to be a wonderful month. Look forward to catching up with all of my Saudi friends. Ramadan Kareem to all of you. Alhamdulillah, we're in the area of the Sharqiya. دائما ما شاء الله عندنا هالمجالس المباركة من جميع الفئات صغير وكبير، نرحب هذا ومجالس مفتوحة والقلوب مفتوحة والحمد لله والشكر في بلد آمن وفضل الله ونعمه والخير والنعمة تحصل في المجالس.